السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، سوف أرتدي ملابسي اليوم، مستدعي ومستدعى إلى منزلي صهري، سوف نذهب لكي نفطر عنده اليوم الأحد. طقس جميل جدا، سوف أذهب إلى هناك وسوف أصور لكم من هناك وسوف يكون فلوك زين برشا. كيفكم؟ بس أحبائي المشاهدين، وصلنا إلى بيتي صهري، هذا تصوير هنا، هذا البيت بيت جميل ومشجر ومورد، يعني تم استدعاء هنا للغداء هنا، وسيكون الغداء دجاجا، طاجين دجاج محمر ومجمر ومبصل ومعسل، وهو يعني طريقة جميلة جدا، ويوضع النار من الفوق ومن الأعلى، من الفوق ومن الأسفل على الحطب، يطيب جميل جدا. انظروا مثل الغابة الشاسعة. هنا بيت للزراعة، بيت بلور زراعات المنزلية، الدرج كبير وشاهق، طبيعة خلابة، بيت رائع، صخصخة العصافير، نعم يا عصفور. وهذه تلعب فيها ابنتي، هذه الترامبولي للقفز. نسعد ونسعد. الآن سوف نذهب في فسحة مع يوشي. يوشي انظروا، عندما أقول له يجلس زت هاي امشي كي كي ها، سوف نقول مرة أخرى زت زت، تنظرون يعني هاي كم كنت يا بابا لانكسام لانكسام. سو انه يوشي الحبيب، يوشي ماين فرانك. سوف نذهب الان في فسحة مع الوحش يوشي، ما شاء الله. ها كم ايش نذهب مع الوحش يوشي للفسحة وسط الحقول والغابات، وسأريكم أيضا حشاكم حيوانات أخرى. أتمنى أن تعجبكم الفسحة. بعد قليل سوف نذهب بعيدا جدا جدا جدا، بعيدا عن الطريق وبعيدا عن هنا، طريق الحقول، الطريق الزراعي. هنا يعني عندما يريد المرء أن يجلس ويستريح مع يوشي الحبيب. هاي سوسو امشي حضن ماما، عايش بنتي سارة يهرب لك، عايش بنتي عايش بي. ياشي كوكوما، ياشي كوكوما كيك كوك كوك كوك. هنا المدينة صغيرة، قرية صغيرة هي، يعني أنا يقطن تقطن عائلة زوجتي، وهنا يعني ما زلت مدينة صغيرة، قرية صغيرة أنا أستطيع أقول هي أنا طرف، ولكن جميل منظر حقول سأريكم بعد قليل حشاكم الأبقار، هنالك أبقار صغيرة سمعت يعني أنهم حديث الولادة. يوشي زت فد كما فتش تانكا سو غنت دمت سو أنت بلايب مهما بلاتس Mach mal Platz. Mach mal Platz. Nein, mach mal Platz. Yoshi. Platz. Yoshi, Platz. Platz. Platz, Yoshi. Genau, brav. So, dann kriegst du Leckerli, hast du verdient. Nee, Platz. Platz. Genau. Jawohl. So, und weiter. Geh weiter. نذهب إلى الأبقار الصغار. هنالك العديد من الوحل هنا، ولكن سوف أوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنالك الكبار هنا، هم الأبقار البيض، أظن أنهم يعني
البقر لحم، وهنالك الصغار سوف نذهب إليهم الآن. الأرض كلها وحل. كي هونتا هونتا أوند لانكسام أوند لانكسام كي أوند لانكسام هونتا 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 هونتا. كل الأرض والله كلها وحل، لذلك سوف أريد فقط أن أصور لك. أوه ها ها. ستوب يوشي لا تضحكون علي. ناين 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 روش براف شت هنا ناين براف. انظروا ما شاء الله بقر جميلة. سوف نذهب للأبقار الصغيرة. بسم الله ما شاء الله. يوشي لاكسب يخاف ناين يوشي تعالي لنذهب لكي لا نرعب أبقار الناس. وهنا والله العظيم كله مكان زلق للغاية يحتاج لا ناين كي لك يعني أظن هنا يتم جمع الحبوب القمح والشعير وكل ذلك أو السماء الله أعلم، لأن هذا هو تابع للفلاح الذي لديه الأبقار. أردنا نعم بابا سننظر صبا شنو شنو لا لا مش تو مش تو بابا امشي كلمة بركة عشان تسمع الكلام. بس ما عندي ده عندي زكوس رينج زملاء اها هنا يعني الشعير يفعلون منها الطحين المشهورة به تونس. الطحين والشحين يفعلون منه الخبز وكله. يأتي الطحين العربي الأصيل من هنا يعني. حقول يعني في كام انظروا كلها حقول دي حقول جي جميلة كلها حقول يعني لزراعة القمح والشعير. وهنالك أيضا هنا عندي كليب فيديو عملت فيه مقطع كليب وكان كله ملآن بهذه النوارة الورود الصفراء يخرج منها الزيت، زيت يقول أنه رابس، وردة الرابس يخرج منها الزيت يستعمل في الطبخ وفي السلطة وكل اسمه رابس أويل. وهنا هذا الحقل هو للرابس. والله مكان خلق أحب الطبيعة ما شاء الله، والله هدية الله سبحانه وتعالى. هنا يعني في المكان هذا إنما أريكم هنا القطار السريع يمر، يعني كل بضعة دقائق يمر القطار السريع، وخلفها هو الطريق السريع خلفها. ربما يأتي بعد قليل القطار السريع، كل بعض دقائق يمر يعني مثل الصاروخ من هنا. يأتي بشتمته بعد قليل. ما أجمل قروب الربيع والله، يعني كل الملامح تشير إلى أن الربيع يعني بدأ يحل إن شاء الله. مناظر الحقول، وسوف أريكم المنازل يعني في الأسفل، منظر روعة. لم نرد أن نذهب الفوق لأن كل الحقول والأماكن الفلاحية كلها وحل، مثل ما يعني عندما ذهبت إلى الأبقار حاشاكم يعني في الأسفل، يعني كل الأماكن كانت ممتلئة بالوحل. يعني نذهب والله حتى الحذاء يعني اتسخ. لا يهمنا، لا ليس علينا. انظروا إلى يوشي الآن أوريكم. يوشي زت ناين زت كم هوخ زت كنا بلات زت زت هوخ زت بلات خاف شكبت يا زت. والآن نجازيه يعني بالحلوى، هذه حلوى حاشاكم الكلاب. هوخ كم ها اسمان باستا فريد ها كم نيم نخ نخ زوخ يافول خاف. انظروا يسلموا ايضا ياشي كم كما فتشة كما فتشة يافول تانكا. انه
كلب جميل رائع. كما فتشة نعم نخمة سير فتشة جناو ياتس لكالي أصل في البيت مالك. منازل بالأسفل هنا طريق جميل. انظر إلى القمر يا قمر يا قمر جميل مثلكم مثل طلتكم الجميلة. السماء وردية ما شاء الله وزرقاء وردية وخطوط الطائرات الخطوط الجوية التونسية. تحياتي. لحظة الصورة يجب أن المنازل بالأسفل. سوف نذهب إلى الأسفل بعيد بعض الكيلومترات. أريكم الآن يوشي وتدريباته. يوشي زت ناين يوشي زت كنا und jetzt Platz Platz und nochmal Sitz Sitz Platz genau jetzt Sitz gib mal Fütche genau so jetzt gebe ich dir mein Freund Lippen und dann gehen wir ja jawohl Habibi ja Yoshi مكان جميل والله راح. نعم بابا تحب تاخو يوشي قول سلام سلام اي خو يوشي وبشوية بهي يوشي يمشي بشوية اه كي يوشي لانكسم لا يوشي لانكسم كي لانكسم ابنتي حفظ الله. انا اصور لكم قليلا زوجتي ونسيبتي. في الأسفل هم المنازل سوف نذهب هناك إلى منزلي صهري وصهرتي يعني أنسبي. سوف نذهب هنالك في الأسفل مكان روعة والله. غروب الشمس كل هذه يعني حقول. الحقل هنالك ايضا حقل وراء هنالك ايضا حقل كبير في منزلي صهري وصهرتي ولكن كله اشجار كله اشجار كثيفه مكثفه بالاشجار و يعني لا يزرعون مثل هذا القبيل لان صهري الان في التقاعد ولكن كان يشتغل في في ما هو ال لا اله الا الله محمد رسول الله ميكانيك واشياء مثل هذه يعني في عدنا هنا الحقول الفوق أبصر. هنا نهاية الحقول. نعم بابا والآن ندخل في المنطقة السكنية. سوف أريكم السكن. المنازل الذي يعجبني هنا هو الراحة يعني وال لا يوجد صراخ أو ضفاء أو من هذا القبيل. والذي يعجبني أيضا سأريكم الآن الطريق يعني عندما يكون هنا مناطق سكنية. لاحظوا معي انظروا الطريق لو ترون أوساخا على اليمين أو على الشمال مثل ما شهرنا بالنظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان ولكن صار الوسخ من الإيمان مع كامل الأسف والنظافة من الشيطان. بعد قليل نصل إلى منزلي صهري وصهرتي.
هل تجدون أوساخا في الطريق؟ Okay. Hier, hier. Aber da essen wir doch keine ekligen Scherzo wie Kuh. Amschi, okay. Okay. Oh, aber die essen keine Häuser. عجبني أيضا المعمار هذا الذي انظروا والله والله انظروا ها. هل تجدون يعني صورا شاهقا عند كل منزل؟ انظروا يعني باللور هنا وهناك، باللور صدقوني باللور هنا وهناك لا يوجد اي صور شاهق يا زياشي، ها لا يوجد اي شيء ولا تجد السرقة، ها انظروا ها كل ها والله وللأسف التام أقسم بالله لو كان هذا الشيء موجودا عندنا في البلاد العربية والله لن تجد حتى الحائط إلا يسرقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر تجدون منزلا بصور يعني شاهق مثل الحصن، يصفح المنزل تقول أنه يعني منزل المليونير إكس إبسلون لا أعلم ماذا، لا تجد لديه مليما وتجد صورا والله تكلفة الصور في المنزل في البلدان العربية تتعدى تكلفة بناء المنزل. ها انظروا هنا هل تجد إنسانا يسرق؟ ولماذا يسرق؟ لماذا؟ أو ها هل تجدون أوساخا؟ انظروا والله شيء مخزي والله. أردت فقط أن أريكم فكرة، يعني ليس هنالك مثل كنت أفعل فيديوهات يقال ترين ألمانيا ولست الأول والأخير الذي يعيش في أوروبا، وهنالك من يقول تعيش وسط الكفار، وكل واحد وتعليقه، أنا يعني استمعوا إلى الكل، ولكن ليس هذا الغرض، أنا فقط أتمنى أن أرى هذا الشيء يعني في بلداننا العربية. انظروا أين هذه الحصون الشاهقة يعني ليصبح المنزل يعني ليصبح المنزل يعني محصنا من السرقة أو ماذا؟ لست بحاجة لهذه التفاهات، لماذا يأتي إنسان ويسرق منزلك؟ لا ها هنا منزلي عائلة زوجتي. المعمار جميل انظروا، والنظافة النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أطلته يعني وسوف أحاول يعني أقتطع منه القليل يعني في عندما أنظمه مع بعض، وأتمنى أن يعجبكم. وهذا اليوم يعني نهاية اليوم كانت نهاية والحمد لله سعيدة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سارة سايب وكهويس عايش بنتيس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحبكم في الله، إلى اللقاء في فيديو جديد.